بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. حبيت اني اعرض لكم هذا الشرح او الدرس قبل ما نعمل كلين او تنظيف للبروجكت بشكل كامل، لانه في ملاحظات جدا مهمه والكثير منكم يتجاهلها او انها تحصل الملاحظات في غفله من دون العلم كيفيه اصلاحها او تعديلها. طبعا لاحظ انك انت قبل ما تعمل باكجينج او تصدير للعبه هناك في تفاصيل راح تظهر لك، منها أخطاء، في أخطاء ممكن تتجاهلها وفي أخطاء صعبة عليك أنك تتجاهلها، لأن ما راح تصدر اللعبة إلا إذا حليت هذه المشكلة. الأخطاء اللي راح تتجاهلها عادة تكون أخطاء بالكائنات، طبعا بإمكانك في هذه الحالة الرجوع إلى نفس الكائن وإصلاحه أو حذفه، تركيب كائن آخر بتفاصيل أخرى يعني يقبلها النموذج. وفي أخطاء مثلا تكون خاصة للماب نفسه اللي انت تشتغل عليه، هذا الماب يكون معرض في بعض الأحيان إلى بعض الأمور اللي تأثر عليه، مثل الإضاءة، كثرة الإضاءة مثلا، أو تكون عاملها ما بين اللاعب وما بين الخريطة، أو ما بين الخريطة وبين الخامة اللي تكون أكثر شيء متفاعلة مع الكائنات الأخرى. فالأخطاء كثيرة جدا وصعبة نحصيها بحلقة واحدة، طبعا تحتاج منا الى الامور كثيره جدا، لكل واحد منا طريقته في البرمجه ولكل طريقه اخطائها اللي ممكن تظهر لك. في هذه الحاله انت مرغم على انك تبحث عن الحل للخطا اللي ظهر لك عن طريق موقع ايبك جيم. طبعا هناك في منتدى خاص للانريل انجن يقومون اعضاء المنتدى بحل المشاكل اللي تظهر لهم مع بعض. طبعا انا صراحة استفيد من هذا المنتدى كثير، فادخل عليه كل ما بين فترة وفترة واشوف المشاكل الظاهرة، واغلب الامور انا ادخل لانه عندي مشاكل موجودة. مفيد جدا انك تعرض مشكلتك عليهم او انك تكتب فقط نوع المشكلة، وحتلاحظ انه غيرك عانى من نفس المشكلة ووجد لها حل. طيب خلونا مثلا نبدأ باول مشكلة ممكن تظهر لنا، بعض الأخطاء اللي تكون إما مرتبطة بالفوليد أو أخطاء مرتبطة بالكائن أو أخطاء خاصة بالماب. طبعا لاحظ أنه الأخطاء اللي باللون الأصفر ممكن تتجاهل في بعض النقاط، مو كلها يعني، في بعض النقاط أنت ممكن تتعديها والباكجينج حيعمل معك أوكي، ولكن حتكون عندك بعض المشاكل الطفيفة أثناء اللعب. أما اللي باللون الأحمر للأسف أنت ما تقدر تعمل لها باكج، لأنه اللون الأحمر هذا معناته أنه هناك خلل في الخريطة صعب أن اللعبة تصدر على أساس هذا الخلل. ففي هذه الحالة أنا طبعا هنا أكثر المشاكل اللي عندنا هنا تكون خاصة باللود. اللود هنا معناته أنه نوع التضلع الموجود بالكائن نفسه، أنه هنا البرنامج يقوم بحسابه على أسس مغايرة، حسابات خاصة، بحيث أنه هذه الأضلع لا تتناسب مثلا مع الكائنات اللي لها أضلع مختلف. أكثر الحلول حتلاقيها طبعا في Project Setting، تروح إلى Project Setting هنا، ومن Project Setting هنا عملية البحث تكتب Load. لما تكتب Load هنا حتنزل أسفل إلى Ray Tracing Texture Load. Texture Load هذا معناته أنه يقوم بمعالجة الصور الموجودة باللودينج أو عدد الأضلاع الموجودة بكل كائن من الكائنات اللي فيها مشكلة. فأنت هنا تعمل الحسابات هذه بإضافة الصح، أو أنك تلغي المواد اللي فيها مشكلة لود وتحاول تبحث عن مواد ثانية مناسبة للباكج أو للخريطة اللي أنت تعمل عليها. طبعا هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية كثير منكم برضو يعاني منها، ألا وهي الفريمات. أغلب الفريمات أو أنه تكون اللعبة مثلا فيها إسقاط للفريمات بسبب أنه الري تريسنج شغال. لاحظ أنه الري تريسنج هنا أنت ما راح تحتاجه بشكل مطلق في كل الألعاب. في بعض الألعاب مثلا اللي تكون حربية ما راح تفرق معك إذا أنت ألغيت الري تريسنج من اللعبة نفسه، لأنه حربية، فاللاعب أو المستخدم ما راح يركز على دقة الصورة وعلى انعكاس الصور في مع الإضاءة وما إلى ذلك، فحتكون هذه معدمة عندك وحسبب لك برضو ضعف. فلو رحنا هنا وحددنا Show FBX مثلا، حنشاهد عندي أنا الـ FBX مثلا معدله جميل جدا، يعني ما بين 65 إلى 70 في بعض الأحيان، شغالة عندي بشكل مناسب. ولكن عندك مثلا ممكن تكون 40 30، فتنزل إلى النقاط الحمراء. في هذه الحالة ترجع إلى برضو Project Setting هنا،
تكتب ray tracing حتلاحظ انه ray tracing هنا مفعل، حتشيل التفعيل فقط منه في حالة ان عندك ال FPS ضعيف جدا. فلما تشيل الري تريسنج معالجة الصور مع الإضاءة حتكون أقل، ولكن ما راح تفرق عندك كثير، يعني حيكون الفرق بنسبة 85%، يعني شيء غير ملاحظ خصوصا مع وجود اللعبة الحربية أو مع وجود لعبة المغامرات. فتشيل الصح من الري تريسنج وحينحل معك الموضوع. طيب، كانت عندي برضو هنا مشكلة، الكل منكم يتذكر برمجة الكاو أو البقرة اللي قمنا فيها. طبعا لما وضعتها بالخريطة صار عندي خلل إنه يصير البقرة مثلا تباطؤ أو تنعيت أثناء نزول الرأس إلى الأرض، يعني تكون فيها مثلا خلل أو جلتش. هذا مثلا خلل في الأنيميشن الخاص بالبقرة. في حالة إنك راح تستخدم نفس برمجة البقرة اللي قمنا فيها مع أي كائن آخر فممكن تصادف نفس المشكلة. تمام، هنا لو نشاهد ان البقرة تنزل راسها بشكل طبيعي جدا لاني انا صلحت الخلل هذا. تمام، لو نروح الى الدجاج مثلا برضو الدجاج انا صلحت الخلل الموجود فيه، كان فيها خلل بسيط، اتوقع الدجاج برضو فيها مشكلة لابد اعدله انها ما تنزل. انا وضعت خاصية النزول على الارض ولكن ما اشوفها تنزل. فطيب نروح اولا الى البقرة هنا، طبعا راح نروح الى كاو انيم بلوبرنت. تمام، راح نروح هنا الى الكاو لوكوموشن. هنا انا وضعت الايت، لو نلاحظ هنا من الايدل الى الايت انا وضعته في الاساس نوت ايكوال، فصار عندي مشكله. طبعا هذه ما كانت مشكله اساسا الا لما وضعت البقره على الخريطه. فمن الايت الى الايدل انا كنت واضعه ايكوال، فايش سويت هنا؟ عكست النتيجه، يعني من الايدل الى الايت خليته ايكوال بدل نوت ايكوال، ومن الايت الى الايدل خليته نوت ايكوال بدل ايكوال. فهذا التصحيح الوحيد اللي انا سويته. برضو الدجاج لو نروح له الشكن، صوت الدجاج يشتغل. طبعا برضو هنا عندي انا سويت الجيت هوب، لو نلاحظ انا سويته ايدل لاي، يعني الدجاجة تنزل تحت. فهنا انا لو نلاحظ انه من الايدل الى الجيت الى خلينا بس اغير المسمى هذه لاير. هنا مثلا من الايدل الى اللاير لابد يكون ايكوال وليس نوت ايكوال. فمن هنا ايكوال فلوت، تمام، وارجع هنا الان يكون نوت ايكوال. تمام، راح اقول له كومبايل، حتكون الدجاجة جالسة هنا، نحفظ. تمام، نروح الان الى الدجاجة ونتأكد. لاحظ الحين الدجاج يجلس ويتحرك، معناها ان الخلل ما كان في البرمجة نفسها ولكن الخلل في طريقة تحكم الدجاج في أرض الواقع. طبعا هذه مهمة جدا أنك تنتبه لها، تصحيح بسيط وصحح لك المسار بالكامل. طبعا ما كانت الدجاجة تجلس على الأرض ولكن لما عدلنا الفرق بين equal و not equal صارت تجلس على الأرض. الحاجة الثانية اللي راح أتكلم عنها برضو أو الملاحظة الثانية المهمة جدا ألا وهي لو نرجع هنا حنشاهد هنا عندي war setting maps need lighting rebuild. هذه المشكلة نتيجتها هنا انك ما قمت بعمل دمج للخرائط هذه واضافتها في عملية الكوك. طبعا عملية الكوك هذه ايش اللي تقوم فيها؟ انه يقوم يعالج جميع الخرائط الموجودة في اللعبة سواء كانت في ليفل واحد او عدة ليفلات، ويقوم بمعالجتها وتصحيحها وازالة الخلل منها وحساب الدقة فيها. لذلك لما انت تعمل لها ريبيلد يقوم هو نفس البرنامج بحساب الخريطة وإعطائك النتيجة الصحيحة، لذلك يروح منها الخلل. طيب لتصحيح هذا الخلل لابد نعمل كوكينج أو حساب
عدد الخرائط الموجودة عندنا في اللعبة. فلو نلاحظ هنا أنا عندي فقط ليفل واحد هنا، يعني لعبة كاملة في ليفل واحد، وهذه هو الخريطة اللي عندي باسم The Game. طبعا هي عندي هنا اسم الليفل وعندي هنا البيلد داتا، تمام. هل عندي برضو خرائط؟ لاحظ انه لو عندك اكثر من ليفل فلابد انك حيكون عندك اثنين لكل ليفل، منها الملف الاساسي للليفل وملف الداتا. انتبه لهذه النقطة، يعني مثلا انا عندي ليفل واحد في خريطة واحدة فعندي اثنين، انت عندك مثلا خريطتين او ليفلين فيكون عندك اربعة، عندك مثلا ثلاثة ليفل حيكون عندك ستة وما الى ذلك. طيب هل عندي حاجة ثانية برضو غير الموجود هنا؟ لو نلاحظ هنا في المين منيو ادفانس عندي هنا واحد برضو، تمام، عندي ليفل لابد انه اقوم بحسابه، فمهم جدا انك تحسب هذا الليفل، تمام. يعني حاليا عندي ثلاثة، عندي اثنين للخريطة بشكل كامل وعندي واحد من دون الداتا لانه ما فيه بيانات اصلا، فمن دون الداتا وفقط للمين منيو ادفانس. فنروح هنا الى بروجكت سيتنج، من هنا اكتب مابس، تمام، انزل اسفل الى ليست اوف ماب تو انكلود ان باكجينج بيلد، مهم جدا. طبعا انا اوريدي سويت الاثنين مع بعض، الاول لهذا والثاني للداتا، تمام، ولكن ما اضفت الخاص بالمين منيو ادفانس، فارجع هنا واضيف واحد ثالث من هنا الزائد، تمام، ومن هنا اضغط دخلني على الخريطة بالكامل. فاروح الى المين منيو ادفانس هنا، حشاهد المين منيو ادفانس يو ماب، احدده اقول له اوكي، تمام. هذا اللي عندي فقط في حالة انك اضفت جميع الخرائط الموجودة عندك، حتى يحسب الحسابات الخاصة للداتا لجميع البيانات الموجودة في الخريطة قبل الباكجينج، وحتعمل ريبلد للخريطة وحيحسب لك الخرائط اللي انت قمت باضافتها. في مشكلة برضو في ناس اشتكت منها، ألا وهو ستريمينج بول. ستريمينج بول هذا يقوم بحساب التكتشر الموجود عندك بالخريطة. طبعا لما تكون عندك اللعبة دقة عالية جدا فالتكتشر هنا مهم، يقوم البرنامج بحسابه مع أقل دقة ومع أقل أنيميشن أنت تستخدمه داخل البرنامج. فلحل هذه المشكلة تروح هنا، طبعا نقفل هذه ما نحتاجها، تروح عند إديت وعند بروجكت، هنا تبحث عن كلمة تكتشر مثلا. هنلاحظ عندي هنا تكتشر ستريمينج مفعلة عندي أنا، طبعا في حالة إن ما كانت مفعلة عندك تقوم بتفعيلها. طبعا لاحظ لما تفعلها حيعمل لك برضو ريستارتنج لأنه لابد يعالج التكتشر من أول وجديد. فلما أنت تحدد هنا تكتشر ستريمينج وتعمل إعادة، عادة لما تلعب يعطيك فوق خلل الألا وهو البول هنا، تمام. فلتصحيح هذه المشكلة تروح إلى الويندو وتروح إلى الديفلوبر تول وتتأكد الأوتبوت لوج مفعل، تمام، هذا الأوتبوت لوج، تكتب هنا r.streaming.poolSize. لما تكتب pool size هنا، تمام، حضيف مثلا عدد اكبر العدد اللي يحتاجه البرنامج. طبعا لاحظ احنا نتكلم عن جيجا مثلا، 4 5 6 جيجا، الشيء اللي انت تحب انه يستهلكه البرنامج لحساب التكتشر عن طريق الرام. فمثلا نضيف خلينا نقول 4500، تمام، فيقوم هنا بحساب التكتشر او البول ب 4500، فخلاص ما راح الرسالة اللي كانت تظهر لك ما راح تجيك لأنك انت حليت المشكلة بحساب عدد رقمي عالي جدا للرام اللي راح يستهلك أثناء حساب التكتشر داخل اللعبة. طبعا أنا مسويها يعني اوريدي هذه، وقام البرنامج بحساب جميع التكتشر الموجودة عندي وحلت القضية يعني، ولكن في حالة انك ظهرت عندك هذه المشكلة فهذا هو الحل. حاجة ثانية راح أفيدكم فيها، أنك لما تروح إلى الإيديت هنا Project Setting تكتب فوق Memory، لو نلاحظ هنا عند الـ Optimizations الـ Maximum Memory for Compute Skin Cache per World MB، في السابق كان عندي 128، فلما أقفل هنا وألعب حتظهر لي رسالة فوق أنه يقول لك Out of Memory for Skin Cache Require 31
اكسترا، يعني انا موجود عندي هنا 128 ويحتاج فقط الى 31 او 32 زياده. فترجع هنا نفس اللي عملنا، تكتب ميموري وتروح الى ماكسيمم ميموري وتزيدها. طبعا انا من شوي وضعتها 160، خلينا نضعها 200 مثلا. هتلاحظ ان الرساله انتهت وتم حل المشكله. طبعا هذه المعالجه اللي انت تضيفها للخريطه هي عباره عن تكتلات قراءات، يقوم البرنامج بقراءته كلما اضفت كائن جديد الى داخل الخريطه، يقوم الكائن او تقوم البرنامج بحسابها بشكل متجدد. هذه المشاكل انت لابد تحلها وقبل تصدير اللعبه. برضو في حل ثاني، لو نرجع الى الصوره السابقه، حتشاهد هنا عند اي مشكله عندك موجود ديك كومنت، رمز يشبه الكتاب. هذا الرمز بامكانك الضغط عليه حيوديك الى صفحه قام الانريل انجن او الابيك جيم بتكوينها، وحتعطيك الحلول المبدئيه وليس الجذريه، المبدئيه جدا او الاسس لحل هذه المشكله. اغلب برضو المواد الموجوده هنا ممكن ما تلاقي فيها نفس الرمز، ولكن بامكانك تنسخ نفس المسار او نفس النص اللي يجيك في خلل وتضيفه بالانترنت، حيوجهك بشكل مباشر الى منتدى الانريل انجن او الابيك جيم، وحتلاحظ حلول كثيره جدا قام فيها مطورين ومبرمجين تعرضوا لنفس المشكله. طيب هذا اتوقع انه كل شيء، ما ادري اذا في شيء جديد اقدر افيدكم فيه حاليا. يعني اغلب الرسائل اللي جاتني عن هذه المشكله او المشاكل، بالاضافه الى مشاكل انا صادفتني وقمت بحلها وعرضها عليكم. الحلقه القادمه باذن الله راح تكون بعد العيد. لاحظ انه بعد العيد راح نعمل فقط درس واحد قبل التصدير، الا وهو طريقه تنظيف الباكج. يعني مثلا لو نروح الى الباكج الخاص فيني، الا وهو الخاص بالجيم او اللعبه، لو نشاهد حجم الباكج هنا كم حجمه، 37 جيجا حجم هذا الباكج بما يحتويه من مواد تم استخدامها ومواد ما تم استخدامها. لما نعمل تنظيف للباكج راعي هذه النقطة، وأنا أحذركم جدا كامل الحذر، إنك تضع جميع البيانات في الليفل الخاص باللعبة أو في الليفلات الموجود اللي أنت راح تستخدمها. يعني لو كان عندك ليفل واحد فتضيف جميع الكائنات فيه، لا تنسى كائن معين، لا تنسى خاصية معينة، لا تنسى برمجة معينة. لو عندك أكثر من ليفل تدخل على كل ليفل وتتأكد أن الكائنات موجودة فيه، لأن أثناء التنظيف إحنا راح نسحب الليفلات كلها وبقية المواد اللي مش موجودة في الليفل حتحذف من الباكج. يعني مثلا حجم هذا الباكج 37 جيجا، أنا راح أوعدكم أن إحنا راح نحذف ما لا يقل عن 15 جيجا، هذا إذا ما كان 20 جيجا، يعني ممكن يصير الباكج حجمه 17 جيجا وأقل أتوقع. يعني فأنت راعي هذه النقطة، أن كل المواد، كل الكائنات، كل ما لديك يشتغل في الخريطة تضعه بالخريطة. هذا لو كان عندك ليفل واحد. لو كان عندك أكثر من ليفل تحاول أنك تضع كل الكائنات في الليفلات الخاصة فيها. فهذا كل شيء إن شاء الله، ونلقاكم على خير إن شاء الله بعد عيد الفطر السعيد. راح نعمل بإذن الله تنظيف للباكج، وفي الحلقة اللي بعدها راح نعمل تصدير. طبعا التصدير هنا ما راح نعتمد على التصدير الاعتيادي، ألا وهو بالذهاب إلى الفايل وإلى باكج بروجكت. احنا ما راح نعتمد على هذه الطريقة، لا، راح نعتمد على الطريقة اللي استخدمناها في عمل أبديت للعبة. طبعا الكل يعرف، بإمكانكم الرجوع لها في قناتي. طبعا اللي يرجع إلى موضوعي السابق وهو عن طريق عمل تصدير للعبة بالذهاب إلى ويندوز ثم الضغط على بروجكت لانشر، هذا هو الطريقة الأفضل والمثلى لعمل تصدير للعبة بدل الطريقة الاعتيادية وهي عن طريق فايل وعن طريق باكج بروجكت. فهذه الطريقة أنت بإمكانك تعمل تصدير للعبة، برضو تعمل لها باتشينج، وبإمكانك الرجوع لها بأي وقت وتعديل عملية التصدير وتحسينها. فهذه هي الطريقة الأفضل حتى تحفظ فيها ملفاتك بشكل أفضل. طبعا العملية ما راح تطول معانا لأن الشرح موجود أوريدي في قناتي، عملنا لأبديت للعبة بسيطة جدا، ونعطيكم الفكرة أيضا بهذا المشروع بإذن الله. هذا كل شيء لي هذا اليوم، أشوفكم على خير إن شاء الله بعد عيد الفطر السعيد. معكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.